مساء الخير. إيه، وصلنا إلى اليوم الخامس أو المحاضرة الخامسة من محاضرات صوم 2018 اللي كان عنوانه ما وراء العتبة. وفي كل مرة أخذنا عتبة حاولنا نشوف أبعد من حدودنا. اليوم راح أحاول أحكي لكم عن نظرتنا إلى الكون، نظرة الإنسان إلى العالم، وراح نشوف خصوصاً أنه جاء حدث قبل أسبوع بالضبط يوم الأربعاء الماضي الصبح، توفى أشهر عالم فلكي بالعالم. أكيد سمعتم الخبر، ستيفن هوكينج، وراح أحكي عنه لأنه فعلاً راح يكمل محاضرتي. راح نشوف ثلاث أشخاص، ثلاث فترات. راح نشوف فد شخص عاش بزمن اسكندر، عاش بالقرن الثالث قبل الميلاد، عراقي من أهل بابل، من أهل حلة، حكى عن الفلك، حكى عن نظرة البابليين إلى العالم. وراح نشوف أيضا فد نص مهم من نصوص إنجيل متى اللي يقول بأنه ثلاثة أو أكثر ما نعرف عدد من العلماء المجوس يسميهم جو اكتشفوا يسوع، هي كانوا علماء فلك لأنه شافوا نجمته في السماء. راح نشوف ايش معنى هذا النص من منظور الفكرة مالي، وراح نحكي شوية عن هذا الرجال اللي قد تشوفون صوره، ستيفن هوكينج، اللي انصاب بمرض من عمر 21 سنة، والأطباء عطوله بس سنتين إلى ستة أن يعيش، بينما عاش فوق 50 سنة مع مرض نادراً ما يعيش الإنسان معانه، وهو ضمور كل العضلات. هذا الرجال هو بحد ذاته فد معجزة، معجزة في زماننا، ما بسبب الأدوية ولا بسبب العلاجات، عاش بسبب آخر. رح أحاول أشوفه. إذن هي ما وراء العتبة في نظرتنا إلى العالم، ما وراء العتبة في نظرتنا إلى نفسنا، وما وراء العتبة في نظرتنا إلى حدودنا، إن كان حدود حياتنا كبشر أو حدود الموجود، لأنه هو هذا الرجال كتبه ضربت أرقام قياسية، خاصة كتابه اللي كان قريتونه من طلع اسمه موجز تاريخ الزمن، كان اشتريتونه وعجبني وتابعتونه هذا الرجال بقدر استطاعتي، لأنه شوية صعب شيء اللي يحكينه. هو عالم بالرياضيات الفلكية، بين قوسين أنجيلا ميركل اللي هي رئيسة مستشارة ألمانيا، هي أيضا اختصاصها نفس الاختصاص، اختصاصها رياضيات فلك وصارت سياسية. يعني هذا العلم هو فرد شيء فعلا راح نشوف يساعدنا أن نتجاوز العتبة. نظرة الناس إلى نظرة الناس إلى الكون، أشلون شافوا الكون بالبداية، خاصة من زمان اليونانيين والبابليين قبلهم والسومريين قبلهم، عندنا كثير نصوص فلكية، كان يصورون الأرض ثابتة والكواكب والشمس تدور حولها. إلى تقريبا القرن 16 فكرة الأرض ثابتة، بما أن الأرض ثابتة وما تزعزع فكل شيء يدور حولها، إلى أن جاء قس بولوني بولندي كوبرنيكوس قال لا، الأرض ما ثابتة، الشمس ثابتة، إحنا ندور حول الشمس. ما كان كثير الكتاب اللي كتبه مشهور، بس بعد موته الكنيسة أو السلطة الكنسية حكمت علينا أنه غلط، بما لأنه يتناقض مع الكتاب المقدس.
بعده بتسعين سنة إجا عالم إيطالي اسمه غاليلو، غاليلو غاليلي، عمل أيضا عمل له فد كمكبرة، حتى عمل له مقراب تلسكوب صغير، يعني كلش صغير هسه مع الأطفال اللي يبيعونه بالسوق أحسن منه. إيه هذا غاليلو هم ثبت نظرية كوبرنيكوس. كنيسة هالمرة كانت عصبية حكمت علينه، وهو تراجع بالمحكمة فما قتلونه، لكنه عاش حياته في إقامة جبرية. بس نظرياته انتشرت واستمرت على محاولة لإعطاء تفسير لهذا الكون والعالم. بالقرن السابع عشر تقريباً بدت الاكتشافات العلمية تصير على الأرض بالبحار وبالفضاء بالفلك. فهذه المسيرة الكونية ما توقفت، لكنه البابا يوحنا بولس الثاني عدة مرات قال العفو العفو العفو، غلطنا بحق هذول العلماء لمن افتهدناهم ولمن الكنيسة قرأت الكتاب المقدس قراءة حرفية. فالقراءة الحرفية أذتنا، وهذا اللي زعزع كثير من الأفكار اللي كانت موجودة. وأنا راح أجيبكم بعدين على أنه نصوص الكتاب المقدس أكو بيها نصوص غنية ما قريناها زين، مثل قصة المجوس. راح نشوف شلون قصة المجوس هي راح تعطينا فد بعد آخر، بعد أبعد من ما البعد اللي أعطانا هو هذا العالم اللي مات قبل أسبوع. إذن الأفكار اللي كان عندنا عن العالم والفلك من زمان هي كانوا يتصورون، بقى أكو أساطير، أنا كثير اشتغلت على الأساطير، أكو أساطير كثير منا تحتاج إلى أن نقشرها أن نفهم معانيها. حاولوا يعني أكو أساطير أنه العالم هو بيضة، أخذوا صورة البيضة وأنه العالم هو مثل كائن حي. فولدت علوم عديدة حول الفلك، وأشهر الشعوب في علم الفلك هي من البابليين. ليش البابليين؟ ليش متى يقول جو من الشرق؟ هذولي المجوس جو من الشرق. بالحقيقة كان أكو فشخصية، مع الأسف هذه الشخصية ما كثير منا نعرفها، من أهل حلة من أهل بابل، عاصر اسكندر المقدوني. واسكندر المقدوني شافوا هو كان اسمه بعل أشور أو برعوشة، كان كثير فاهم، كان كاهن للإله بعل في بابل، وعاش بحدود 350 قبل الميلاد. ولكن اسكندر حبوا عينوا والي مال بابل لما هو سيطر على العراق، على منطقتنا بلاد ما بين النهرين وهند، ورح للهند. فعينوا والي، بقي كم سنة مثل هسه هم مشاكل، فضاج شيل نفسك والحق اليونانيين اللي كان يعرف لغتهم، وسكن في جزيرة من جزر اليونانية. كثير أكو جزر باليونان، بحر إيجا سكن، لا بحر السكلاد، هاي المنطقة اللي مقابل تركيا، سكن في جزيرة اسمها خيوس، وهونك كتب باليوناني، فتح مدرسة يعلم بيها علوم البابليين، وقال بأنه البابليين يعرفون هي من اللي اخترعوا الأسبوع واخترعوا الكواكب الأبراج الاثنى عشر، هاي اللي نحن لها ساعة برجك إيه، هاي الأبراج هي من البابليين حطوها، اخترعوا كثير أشياء وراقبوا الكسوف والخسوف وما يغلطون إلا بست دقائق، حسابات ما تغلط إلا بست دقائق، يعني هشقد كانوا أذكياء. وفعلا عرفوا شلون يتوقعون الكسوف والخسوف، وش وقت الكواكب السبعة تظهر. ولهذا نقدر نقول بأنه
الزقورات البابلية أو الموجودة بجنوب العراق هي مراصد فلكية، هي لمراقبة السماء. ووصلوا من حيث تركيزهم على السماء، يعني بحيث العالم الفلكي في بابل كان ينام بالنهار ويسهر بالليل حتى يشوف السماء، حتى يراقبها، حتى يشرحها. وأنا كثير اكتشفت بالأساطير آثار هذا الحب مع السماء. أجدادنا كانوا يحبون السماء، كان يعجبهم يراقبون السماء، وتعلموا كثير من السماء، بحيث الشعوب الأخرى قامت تتعجب ليش البابليين يحبون السماء. فبرعوشة، أو طبعا ما يقدرون الغربيين يرفضون اسمه برعوشة، سمونه بيروزيس، وكتبه انتشرت بالعالم الغربي، ويمكن وصلت إلى متى الإنجيلي، وكتب القصة الرمزية اللي هي قصة المجوس، أنه يسوع هو أيضا للشعوب غير اليهودية الوثنية. شفنا نجمته بالشرق وجو، بس قصة متى هي قصة تعليمية، هي مثل مثل من أمثال يسوع راح ينطينا أنه هذول الناس اكتشفوا بواسطة علم الفلك علامة بالسماء. قروا الكتاب المقدس، عبروا العتبة مع الفلك إلى الكتاب، وعبروا الكتاب إلى الطفل. هذا هو الدرس، أنه ما يصير نكتفي بالعالم بس نبحلق، ما يصير نكتفي بالكتاب المقدس مثل ما يسوون كثير من المؤمنين، أنه الكتب المقدسة هي كتب مقدسة وحرف، مثل ما غلطوا الكنيسة بالقرون عصر النهضة لما حكموا على كوبرنيكوس وغاليلو وغير من العلماء، مع الأسف حتى حكموا على 2-3 بالموت، مثل سافونارول، مثل جوردانو برونو. الكتاب المقدس ما هو صنم؟ النصوص ما هي صنم؟ النصوص هي تساعدنا أن نعبر العتبة في كل شيء، في كل شيء. ماكو شيء هو هدف، كل شيء هو معبر، هو علامة. علامة، يوحنا راح يستعمل كلمة علامة، ما يقول آية، ما يقول معجوبة، يقول علامة. فإذا كل شيء علامة حتى نعبر. الأذكياء يعبرون العتبة، الأغبياء يقفون عند العتبة ويشلبون بالعتبة ويقفون هون. أشنو العتبة؟ هي الحرفية، حروف، الكلمات اللي نحكيها. حتى لغتنا هي ما لغات العالم 6600 لغة، ثقافات العالم 1000 ثقافة، هي عتبة لازم نعبرها. طوبى للي يعبر، بحيث هسه راح نحتفل بعد أسبوع بالفصح. أشنو الفصح؟ عبور. فإذا ديانتنا هي ديانة عبور، لازم نعبر، لا نقف، لا تقف، لا تشلب. من هو العنيد؟ الطفل. الطفل من هو صغير يعند، ما يقبل يأكل، ما يقبل يودونه على الدكتور، ما يقبل مثل ذاك اللي يودونه على الدكتور أسنانه قد تجعه. افتح ثمك، التموا علينا وكلم افتح ثمك حتى الدكتور يطلع عيده. كنقز. هذا العناد الطفولي موجود عندنا، موجود عندنا في كل شيء. رأسه قوي. ليش نقول واحد رأسه قوي؟ يعني ما عنده هالمرونة. وهذا الرأس القوي هو رأس القوي عند الفرد وعند الجماعات وعند الشعوب، وهذا سبب التخلف. تريدون تعرفون ليش أكو شعوب متخلفة وأكو شعوب ما متخلفة؟ لأنه أكو شعوب عنيدة، رأسها قوي، ما تقبل تعبر العتبة. إذن هذا صاحبنا بيروزيس لما شرح لليونانيين قصته وليش هاجر من بابل، وجاب لهم كثير أشياء
ما كان يعرفوها. مع الأسف، مع الأسف أغلب كتب بيروزيس ضاعت، اختفت، باقي لنا بس النصوص اللي كان ذكروها قسم من الكتاب عنه، وعملوا له تمثال، عملوا له تمثال بهاي الجزيرة من ذاك الوقت كاعتبار هذا الإنسان جاب لهم خير. ولهذا إحنا مع الأسف كثير من الأشياء اختفت بسبب أعداء الكتب، مثل ما عملوا دواعش في سهل نينوى، حرقوا كل الكتب والمكتبات والثقافة. مكتبة الإسكندرية هم حرق واحد من الفاتحين، ها؟ لا، مسلمين، عمرو بن العاص هو حرق مكتبة الإسكندرية، ولو ينكرون قزم، بس أكو دائما حرق ما نحتاج، مثل بوكو حرام، يعني البوكس حرام، الكتب حرام، ما نحتاج، عندنا كتاب واحد كفينا، هذا يكفينا. هذا الاكتفاء موجود في كل الديانات، أنه نحن يجونا قسم في الديانة يقولون هذا الكتاب يكفينا، الإنجيل يكفينا، القرآن يكفينا، المعلومات اللي درستوها بالمدرسة تكفينا. أنا خريج ابتدائية كافية، أنا ليش علم أعرف أقرأ وأكتب؟ هذا هو العناد الأكبر في حياتنا. فإذا أجدادنا، ما بس أجدادنا، الثقافات الأخرى كانت تتخيل العالم مثل ما يعني كل واحد يتخيله على طريقته الخاصة. بس أشنو البابليين كان عندهم هاي القابلية أنه يفسرون الأشياء، حاولون يفسرون الأشياء، ولهذا متى اختارهم أن يكونون هيم الشعب الأول حتى قبل اليهود اللي اكتشفوا يسوع بعد يسوع بالإقماط. هيم الرعاة، وهاي رمزية أيضا، الرعاة هيم الناس البسطاء الفقراء. منو أفقر شخص بالمجتمع حتى اليوم؟ مسكين هذا الراعي، فيخلينه كبطل القصة، ويجيب العلماء مال بابل يخليهم كأبطال القصة. ولو مع الأسف نسميهم مجوس، وكلمة مجوسي يمكن ما هي إيجابية، بس بالحقيقة هيهم علماء الشرق، فلكيين، يقرون السماء، عندهم درجة كبيرة من المفاهيم الرياضية والعلمية والمقاييس والمراقبة، وعبرت معلوماتهم أخذوها من السومريين، والسومريين لقبل حوالي 100 سنة ما كنا نعرف عنهم ولا شيء. ليش؟ لأنه المعلومات اللي ما قدرت تعبر إلى اليونانيين، واليونانيين هي كتبهم اللي نشرت الثقافة بالغرب، ما كان أكو حكي عن السومريين أبدا. بعدين اكتشفنا أنه هي فتح حضارة هائلة دامت أكثر من 2000 سنة في جنوب العراق، وليها البحوث اللي قد تجري حول السومريين هي مهمة جدا، لأن لغتهم ما عندها علاقة بلغاتنا. يعني أكو فرق بين اللغة السومرية والأكادية مثل الفرق الموجود بين الصيني والإنجليزي. هل قد اللغة السومرية غريبة؟ أنا حاولت أشتغل على هذه اللغة ومنين جتي وشون جتي، ونشرت في كتاب اسمه طوفان نوح، إذا واحد يريد يتعمق شوية بينه. اختلطت الأساطير بالاكتشافات العلمية، لأن دائما احنا عندنا تصورات حتى اليوم، وراح نشوف ويا ستيفن هاوكينغ أنه ما نقدر نتخلص من التصورات، ما عندنا شيء حتى نشلب بينه، إلا حتى العلم لما يتقدم يرافقه فد كم كبير من التصورات والتخيلات. طبعا ما عندي وقت أحكي لكم أنه في مصر كان عندهم تصور بأنه الشمس لما تولد بالشروق وتموت بالغروب، ويقعدون يعملون مناحة بالليل ويدعون وش اسمه إلى أن تطلع، طلعت الشمس ثاني يوم، وكل يوم نفس الطاسي ونفس الحمام. كان عندهم هذا، يعني كل الديانة المصرية تدور حول الموت والحياة، وعالم الأموات هو بالغرب، وعالم الأحياء والأرواح تجي من الشرق. هاي التخيلات طبعا تأثروا بالسومريين أيضا المصريين، و
مثلا كل الحضارات حاولت تفهم شنو هذا لما تكون السماء صافية بالليل اكو فد غيمة من النجوم، النجوم هكذا واضحة تكون، نسمينه بالسورة ورخد قناوي او بالعربي درب التبانة او درب اللبانة، بالفرنسي يسمونه لافوا لاكتي، بالانجليزي ميلكي واي، طريق الحليب. اشنو هذا الحليب؟ هم اكو اساطير وحليب، اجابوا الحليب فوق والى اخره. فهذه المنطقه هي حقيقه بقى هي الجزء اللي احنا نشوفه من المجره مالنا، هذه اللي احنا جزء منها. هذه المجره اكو اكثر من 50,000 مجره بالعالم، هسه قدرنا نكتشفها، بينما قبل ما كنا نشوف ولا شيء من هذه المجرات. الكتاب المقدس ايضا اخذ من القصص والاساطير الموجوده وحاول ان ينطينا فالتركيبه حول الارض مبنيه على اساسات قويه والسماء فصلها، هاي يعني ماخوذه من قصص ذاك الوقت، لكن بدون ان يبالغ في الجانب الأسطوري ولا نعبده. لا الشمس ولا القمر هي كلها خلائق، وهذا فرد قفزة نوعية كبيرة أن الشمس والقمر هي مو آلهة. دائما الله هو ما وراء الموجود حتى لا نصنمه، وهي حركة التصنيم هي فرد شيء عادي بالنسبة لأبائنا وأجدادنا، لأنه ماكو أسهل منه. صنموا الشمس، صنموا القمر، عبدوا النار، عبدوا العناصر إلى آخره. الهند أيضاً نفس الشيء، كان يصورون العالم وحي عضيلة والدور ويقولون الفلك دوار، ولهذا الحي صارت فرد رمز كوني. أو بالصين السلحفات، السلحفات هي رمز أيضاً، رمز الأرض، رمز الحكمة، اعتبروها هي الذكاء وهي القوة وإلى آخره. ولهذا أكو فد مسلة مهمة مكتوبة بالسورة وبالصيني، اكتشفوها سنة 636، موجودة في شمال بكين، مسلة اسمها مسلة سينغانفو، تعليم المسيحي على سلحفات، تعليم المسيحي مكتوب على صخرة، وهي الصخرة واقفة على سلحفات، يعني ديانة الحكمة. شوفوا أجدادنا من راحوا يبشرون الصين حطوا العلم مالهم فوق سلحفات حتى يقولوا لهم جبنا لكم الحكمة الحقيقية، مكتوبة بالسورة بالكلداني ومكتوبة بالصيني. زين، بس مع الأسف الثقافة الصينية حول الفلك، فالواحد أبراطور سنة 213 قطع عقله هو أيضا أن يعمل مثل الدواعش، كل الكتب اللي تحكي عن الفلك حرقة وأتلفة، يقول هاي كلها غلط، أنا فكرتي هي الحقيقية. هوني هم عندنا فتكارثة كونية كبيرة، أنه الإمبراطور الصيني هذا قضى على هاي سنة 313 قبل الميلاد، هو معاصر للي أسس الصين، هذا هذا اللي بنى سور الصين العظيم ووحد الصين اللي من هذاك الوقت هي دولة كبيرة ضخمة موحدة. زين، نجي هسه إلى هل الفكرة مال الفكرة مال مجوس. قصة المجوس هي قصة علامات الله. يقلم الملاك للرعاة وهذه لكم علامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. أنا في اليوم رحت ودورت، هل ممكن طفل مقمط هي علامة؟ ماكو أبسط من طفل ملفوف، يعني طفل أول ما يولد أجع ملوله يلفونه. لا، العلامة اللي يعطيها الإنجيل عن يسوع مقمطا مضجعا في مذود. أشنو المذود؟
احنا نصور المذود من كثرة ما كنا شفنا صور مال عيد الميلاد، نصور وهاي الديدية اكذ مثل خشب وهاي، لا لا، مكان اللي الحيوانات تاكل. شلون هذاك اهل فلسطين من عندهم خشب؟ كان يعملون من طين، يجيبون 4-5 طابوقات من طين بالقاع ويحطون شوية تبن بيها والحيوانات يأكلون. شلون كان المذود؟ كان مستطيل، مستطيل، لأن ماكو مكان تحطوا مريم، حطته بهذا المكان المستطيل. ايش يشبه المستطيل؟ يشبه قبر. القماط ايش يشبه؟ يشبه الكفن. فاذا راح تشوفون طفل مكفن موضوع في قبر، وكانه راح يخلونا علامه بانه هذا الطفل راح يموت راح يتكفن. فاذا هي علامه استباقيه، كل نصوص الطفوله هي استباقية. حتى لما يضيع يسوع بالهيكل 3 أيام هي استباقية لضياعه بالقبر ميت وتلقينه الكنيسة حي. ايش عندنا هوني؟ عندنا علامات تودينا وتجيبنا، مثل لما بالجبل هذول اللي ينسجون حركة مكوكية. مكوك ايش يسوي؟ يروح ويجي، يروح ويجي، والقماش يكبر. حياتنا قماشة، أيامنا هي الحركة، نحن نكبر بالعمر، بس نكبر لازم في قراءة العلامات. ما يصير نتوقف، لا توقف، لا تقول هذا وأنا ختمت العلم، لا تقول هذا النص، هذا النص خلص أنا افتهمتونه، لا ما افتهمتوه، مقمطاً مضجعاً في مذود ما حد كان قاله قبلي، ما حد كان فسره أنه هي علامة، لأنه الغربيين ما يعرفون، ما يعرفون هذه العادة اللي عندنا، ما كن شافوا مذود، ولهذا صور كلها من عندهم يرسمون المذود كأنه ديدية أو كأنه فتشي مثل ما هي عندهم خشب، لأن يعني أوروبا بيها خشب، إحنا ما عندنا خشب، ليه عندنا خشب؟ وما نصرف الخشب حتى نطعم البقر مالنا، ها؟ إحنا عندنا طين. سومريين بنوا حضارة من طين، ما عندهم إلا ماي وتراب وقصب وبنوا حضارة من هالثلاثة. بالقصب سووا قلم، أو سووا قلم بالقصب يدوسون بالطين فسموها اللغة المسمارية. ما عندهم غير شيء خطير. إحنا أيضا أكو شيء لأخ، أنا هم فكرت بيها أنه هذا الشايب أو هذا شعوبنا كلتها، الكردي والأرمني والسرياني والكلداني من أهل القرى كلهم يلبسون حزيم، حزيم من قماش. هذا الحزيم عنده أهمية كبيرة، هسه طبعا اختفت هاي العادات، بس أكو قسم من الأشخاص من الثقافات المحلية حزيمه إذا تحلو يطلع طوله 7 أمتار وعرضه متر. هذا أشنو؟ هذا كفن. 7 أمتار بمتر هي الكفن، بحيث هذا الكفن ينحط إيه الشكل، يعني 3 بـ3 والغاس هون يلفونه حتى لا يفتح ثمه. وصف للكفن اللي موجود بالإنجيل 7 أمتار. ليش يلبس الشخص قماش 7 أمتار؟ أخاف يسافر ويموت بالطريق، ماكو قماش حتى لا يذبونه مشلح بالقبر. كفنه، انت الرجل عندنا كان يلبس كفنه، يمشي مع كفنه حتى لا يتبهدل. الكفن كان يكلف 200 يوم شغل، قماش غالي، الملابس غالية. كنتوا عريانا فكسوتموني، حواس ماكو، ما كان اكو صين تعمل معامل وتجيب لنا، ما كان اكو ذاك الوقت. شقد بالكتاب المقدس يحكي عن كسي العراة، الناس اللي ما عندهم حتى بسفر تثنية الاشتراء يقول لك الناس القبوط ماله او المعطف ماله
إذا أخذته رهينة رجع له بالليل حتى يتغطى بينه، ما عنده، ماكو حواس. يعني أنتم حطم نفسكم في ذهاك الزمان. ولهذا نفهم ليش من يقول وهذه لكم علامة، هاي منه للرعاة. العلامة الثانية هي للمجوس، أن الفلك قادم إلى الكتاب المقدس. لمن جو اليهود كانوا نايمين، جو سألون وين يولد المخلص، فقروا الكتاب وأنت يا أفراتة لست الأصغر فيه، يعني قروا الكتاب. زين ليش ما كان قريتمه قبل وأنت ملقيتمه؟ ليش جو ناس من 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 تلفات الدني حتى يلقون هذا المخلص؟ بس من يصلون إلى المخلص أشي يصير؟ يركعوا له وينطونه ثلاث هدايا. من خلال هالهدايا عرفنا أنه هي ثلاثة، ودائما بالصور يطلعون ثلاثة، بس بالحقيقة ما نعرف إذا هم ثلاثة. يعني الفلك قادنا إلى الإنسان، إلى الطفل، هذا هو المستقبل. قدموا له هاي الهدايا، وانت جيب بعدين التفاسير، مر ولبان وذهب، لأنه ملك ولأنه رح يموت ولأنه إنسان ولأنه إله إلى آخره، ملك وإله ومائت. هاي التفاسير اللي راح تجي. بس أنا يعجبني أنه كثير من النصوص ما تكفي حتى نفسرها، تفاسيرنا ما تكفي، يعني لازم نعبر. نجي على ستيفن هاوكينج. ستيفن هاوكينج هذا الرجل بالحقيقة هو يعتبر اليوم أعجوبة زماننا، هذا أعجوبة زماننا. كثير حكوا علينا، أتصور قسم منكم شافوا، هو مواليد 42، مات عمره 76 سنة. من كان عمره 21 سنة سنة 62 قالوا له صار بينه هذا مرض الضمور العضلي، بحيث ما بقى له ولا عضلة تشتغل، بس كان إلى قبل 20 سنة كان يطلع صوته. صار عنده التهاب، اضطروا ينقبون الحنجرة ماله حتى صوته اختفى، وما بقى له بس خده، عضلة بخده وصباعه واحدة تشتغل. فعملوا له كمبيوتر يحكي من خلاله، يوقف الحروف ويدوس وهالشكل. وبعدين جو طوروا الكمبيوتر، عملوا له كمبيوتر يحكي، يعني هو يحكي من خلال الكمبيوتر. هذا الرجل ما وقفوا المرض، ما وقفوا المرض. كان معين في كرسي إسحاق نيوتن، أشهر عالم بالتاريخ. هو كان في أكسفورد، وكان في كامبريدج، كان عنده روح فكاهة، يعني ما يبكي على حاله، وكان عنده قابليات أنه يبين إيش قد يحب الحياة. يعني ما باقي له إلا بس دماغه يشتغل. بس هذا الدماغ هل قد اشتغل؟ اختصاصه راح بينه إلى أبعد ما يمكن أن يروح عقل بشري. حاول أن يسوي نظرية كونية، اشتغل أول مرة على الثقوب السوداء اللي هي حالة من حالات الوجود بالكون. شون النجوم من تموت، مثل الشمس مالنا، إذا تخلص الطاقة مالها أشي يصير بيها؟ تصير ثقب أسود، يعني تضمر وبعدين تبتلع كل الطاقة وتفقد كل اللي بيها. فهو عمل نظرية على الثقوب السوداء، تزوج وطلق وحب، وجاله ثلاث أولاد. قال له أبونا، قال الكنته، قال استعجلي ترى، يعني سوى أولاد بسرعة. فسوى ولدين، بنت وولد، وبعدين ولد بعد 4-5 سنين.
وأولاده خاصة بنته لوسي اشتهرت أيضا لأنه هي وأبوها كتبوا كتاب قرب علم الفلك للأطفال، كتابين بالحقيقة كتبوا، عمل كتب عن علم الفلك علمية، وحاز على جوائز ومكافآت، وكان يقول أنا أعرف كثير ناس ينقهرون علي وهالشكل لأنه شكلي وهاي، بس ما هي هاي القصة، يعني لازم تفهموني غير شكل. وطرح أسئلة على العالم لهسا إحنا دايخين بيها، يعني قال ترى سنة 2600 ما بقى الأرض تكون بيها مجال للعيش، إذا تريدون تحضرون، يعني يخوف العالم كله، يعني قال بهالطريقة اللي أنتم قد تستهلكون الطاقة وتستهلكون الأرض وتوسخون البحار وتاكلون وما بلا ما ايش اسمه ما تردبون الدنيا، تلوث البيئة كله هذا، ترى ما أنطيكم 100 سنة ما ينعاش بعد بالأرض، بس 2600 ما يبقى بشر على الأرض لأنه أنتم راح تخربوها. فأحسن شيء من هسا حضروا نفسكم تهاجرون إلى خارج الأرض، لقولكم فت كوكب فت شيء، على الأقل لا تنقرض البشرية، حيف عليها، ترى الشيء الأكو بالدنيا هو هذول البشر، وهذول البشر ما خوش ناس أغلبهم لأنه قيدمرون نفسهم وقينتحرون. ففعلا يعني طرح أشياء وأفكاره، هل قد صافي، هل قد يميز بين الأساطير وبين الواقع العلمي، حكينه منطقي، حكينه وهو خلال 54 سنة هو ما يقدر يحكي، يعني هو دماغ محبوس داخل هذا الجسم التعس المسكين اللي كده أعرض عليكم صوره، هذا المسكين. كثير من الأشياء اللي يقولها ستيفن هاوكينج يمكن تشككنا، لأن مو اختصاصه أن يثبت وجود الله أو ينكر، فهو بالبداية كان نوعا ما يقبل بوجود الله بس بالنهاية أنكر. بس أنا أصور هذا بالنسبة لي كمؤمن ما يزعجني، لأن مو شغله، مو شغله، أنا ما يصير أروح أطلب من طبيب أن يبني لي بيت ولا أن يجي يقلي لي بيضة، هذا طبيب أخذه كطبيب. نفس الشيء ستيفن هاوكينج ما هو شخص لازم أروح أستشيره شنو رأيك، أكو الله لو ماكو الله. نيوتن كان يآمن بالله، أينشتاين كان يآمن بالله، بس يمكن هذا المسكين ما حد فهمه. إحنا لازم اللي نآمن بالله لازم نقبل التحدي ماله، لمن هو ينكر وجود الله أنا ما لازم أجي أقول هذا هو والعلم مالته كله بالمزبلة ما أغيده، أش فرقي أنا بين هذول اللي شعلوا المكتبات. لا، بل المؤمن بالله يقبل التحدي، وهذا التحدي هو أحسن علامة إلي، لمن أقبل التحدي مال ستيفن هاوكينج، من يجي يقول لي أنا ما مقتنع أنه العالم هو هالشكل. ولهذا متى من يجي يقول بأنه ممكن نصل إلى الله من خلال إيش، هون القصة، أنه كل الفلك وكل الكتاب المقدس هدفه هذا الطفل، الجسد، هذا الجسد. وفعلا هون نلتقي مع ستيفن هاوكينج يقول البشر هم أهم شيء بالدنيا، هذول يحاولوا تخلصوهم، ولو كم نموذج تبعثونه على فد كوكب آخر بلكي حتى لا يحيف عليهم البشر. ها، وهددنا أيضا ستيفن هاوكينج بالروبوتات، يعني هددنا قال ديروا بالكم إذا تظلون تصنعون كمبيوترات ذكية يجي يوم هاي الكمبيوترات تقضي على البشرية. هم خوفنا، قال لأنه ما يجي يوم، إلى قبل 25 سنة كان الإنسان يقدر يغلب الكمبيوتر بالشطرنج،
هسا ما نقدر. الشطرنج اقوى من عندنا يعني الكمبيوتر اقوى من عندنا بالشطرنج. وحتى الاسلحه ذاك اليوم شفتوا فد اكتشاف جديد يقول القنبله النوويه اللي كنا خايفين منها يعني هسه بدات تصير فد لعبه مع الاطفال ما تسوى بعد القنبله النوويه وماكو داعي نستعملها. اكو برنامج بالكمبيوتر اسمه الانستغرام اللي يتعرف على الوجه بالانستغرام. اذا اكو صوره دائما اكو يمكن قسم منكم يعرفون الكمبيوتر يقول لك منو هذا انطيني هو بس تعطي له اسم هذا الشخص يحفظه عنده. هسه القنبله اللي راح تجي اللي هي مرعبه اكثر هي عباره عن حوامات صغيره طائرات صغيره هاي الحوامات اللي تاخذ صور من فوق يحطون بها كاميرا ويحطون بها صوره شخص يريدون يقتلونه ويفلتوها هاي الطيارة مثلا من هليكوبتر من طيارة يفلتوها هاي الطيارة الصغيرة أو يطيروها في مكان يختبي الشخص اللي يريد يقتل هذا الشخص والطيارة تطير وتدور بين مليون شخص تدور لقفته وتجي طب فالطلقة صغيرة ما يحس عليه يهوني وقع مكانه منه يفلت بعد. يعني قبل كنا ياخذون بصماتنا حتى بالمطارات يعرفونا بقى هالساعتها ما نفلت لا صورنا لا شيء. يعني هذا هو المخيف جيش بكامله ممكن ينقتل واحد واحد صورته ويروح ما يقتلون كلهم يقتلون على القائد طب قتلوا مكانه ماكو داعي قنبلة نووية ونخرب كل شيء لا حيف عليها. هذا هو اللي دا يقول لنا ستيفن هوكينج ديروا بالكم ترى الآلة راح تقتل البشر لا تسلمون لحيتكم بيد الآلة. فإذا أنا أشوف هذا العالم حتى واحدة من المقالات تقول قبل 14/3/2018 كان العالم شكل وبعد 14 يعني يوم وفاة ستيفن هاوكينج العالم غير شكل لأنه هذا الشخص مهم جدا. ولاده طلعوا بيان بعد وفاة هاوكينج قالوا احنا يعني متأسفين على وفاة أبونا العزيز بس أفكاره راح تبقى سنوات وسنوات عديدة. أنا أشوف هاي الأفكار اللي قال إن هي أفكار تحذيرية. اولا ما يصير نعند ما يصير نفصل الدين عن العلم ما يصير نحط راسنا مثل النعامه بالرمل ونقول هاي كلها حكي ما يصير ما يصير ما يصير. التحول اللي جرى على المجوس بعد ما قضوا حياتهم يراقبون السماء شافوا معنى للسماء لما رجعوا على الارض على القاع هذا الطفل هو معنى كل العلوم جسده معنى كل العلوم وهذا أيضا إشارة إلى القربان لأن يعني جسد يسوع عشنه قربان هذا راح يقرب نفسه راح يموت ويصير خبز والخبز هو حياتنا هو المهم. شوفوا يعني متى سوالنا فرد بانوراما كلش حلو حتى نعبر عتبة النص حتى نفهم ايش معنى حياتنا كبشر. اذا كثير من الاشياء اللي قالها وما بس قالها هو هذا الرجل هو بحال ذاته علامه امل. كل التنبؤات الطبيه حول انه يموت سنتين بعد ما اصابته بهذا المرض كذبة. ورغم أنه 54 سنة بقي 50 سنة على الويلتشير هاي الكرسي الدوار قدر بس يطلع من الويلتشير لمدة 25 ثانية حطونه بطيارة وطيارة من تسقط بسرعة ما يبقى جاذبية فقدر يطلع يتخلص من الكرسي 25 ثانية
كانت بالنسبة له فت فرحة كبيرة سنة 2009. قدر يطير بالجو بجسمه المهلهل 25 ثانية، وكان فرح بالنسبة له، غادي يفرحونه أنه يخلونه يعيش خارج الجاذبية، لأنه هي الجاذبية كنت تعبته. كثير أكو معانو مقابلات، كثير حكى بس بالمعنى أنه عطى مقابلات وتصريحات، كثير فاد العالم بدون أن يعني يبكي على حاله، اتجاوز العوق ماله. وهوني يعني أكو هاي المقولة كثير عجبتني، شوف هذا الشخص، هذا التحليل تقريبا هو الخاتمة اللي كنت أريده. جلال عامر قال: مع بدايات القرن التاسع عشر بدأت مصر نهضتها. فعلا محمد علي بدأ في نهضة في مصر كانت رائعة، نفس الوقت مع اليابان. ثم حدث أن انضربت اليابان بالقنابل الذرية، ومصر انضربت بالتعصب الديني، فحدث الفارق. يعني القنابل الذرية حولت اليابان إلى دولة عظمى ذكية قوية، والتعصب الديني حول مصر إلى ما هي اليوم. ستيفن هوكينج انضرب بمرض رهيب، تحول إلى أذكى إنسان على الكرة الأرضية اليوم، المرض ما منعه أن يصير أذكى إنسان بالعالم. كثير من عندنا عندهم رأس ورجلين وعيون وحواس وكل شيء، وناكل ونشرب وننام وكما كنت، إحنا في مكاننا. ويتشلب بينا أبونا وأمنا: درس 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 درس، وما ندرس ونطلع إكمال أو نسقط وكل هاي. ليش حياتنا إذا ماكو تحدي؟ هذا الرجل تحدى المرض، صار عبقري. يابان تحدت القنبلة النووية، تحولت إلى دولة عظمى. إذن آلام المسيح هي أساس قيامته. إذن آلامنا وأوجاعنا ومصايبنا ممكن تكون أساس نجاحنا وقوتنا. فكروا بهاي، وإن شاء الله أكون كن عبرتوكم عتبة الألم. فما أريد أحد لا يدمدم ولا يتحسر ولا يبكي على حاله، ولا بس أقعد قبالي كل ساعة يا غالي أسمع شكوتك وتستمع شكواي. لا أغيد شكوتك ولا أغيد أحكي لك شكواي، خلونا نعبر العتبة. وكنا عندكم وجينا، وشكرا.
نجي إلى فقرة الأسئلة. أكو سؤال يقول: هل كان العالم ستيفن هاوكينج مسيحياً أم ملحداً؟ وما الأسباب؟ وشكراً. يعني هو يعني هو لما نحن نعطي تحديد منه مسيحي ومنه ملحد، كثير مرات أكو ملحدين أخلاقهم أحسن من المؤمنين أو اللي يدعون نفس المؤمنين. لمن يسوع يقول: انظر إلى الخشبة في عينك ولا إلى القذى في عين أخيك. لمن تخرج الخشبة من عينك سوف ترى القذى في عين أخيك. من نحكم على شعوب من أنه ملحدين، يعني مثل ذيك المقالة لمن ذيك المرأة اليابانية اللي انقتل زوجها الصحفي، صحفي مال جريدة مشهورة في اليابان تصدر حوالي 9 ملايين نسخة باليوم، أزاهي شيمبون. هذا الصحفي انقتل في فلوجة قبل 13 سنة. جتي مرته وحتى تودي جثة زوجها إلى اليابان، وجمعت تبرعات، مو حتى يجيبون أسلحة ينتقمون من أهل فلوجة، جمعت تبرعات، بنت باسم زوجها مستشفى وهدته إلى مدينة فلوجة انتقاما وذكرى لزوجها. فأنا أشوف هاي المرأة يابانية، نحن نعتبرهم هذول يمكن وثنيين أو شوف إيش تعتبرهم، بس أنا أشوف هاي المرأة عملياً إيمانها أحسن من كثير من المؤمنين اللي يدعون الديانة والإيمان. فإذا ما يقاس الإنسان بادعاءه أو أساطيره يقاس بخبزه ومايو اللي يقتسمه مع الآخرين، وهذا هو جوهر الإنجيل من يقول: كنت جائعاً وعطشاناً ومريضاً ومحبوساً فجئتم إلي. يعني هي غاية الديانة الخروج من الأنا والاهتمام بالآخر. أما الدعاء بأني أعرف الله أحسن منك، ما هذا؟ الذي يدعي أنه يحب الله ولا يحب قريبه فهو كاذب، يقول مار يوحنا الإنجيلي. زين، لماذا لا يجب فصل الدين عن العلم؟ التمييز بين الدين والعلم ضروري، بس فصل ما صور هو الفصل نقدر نفصل، لأنه الديانة لو تجي عليها بها وجهين: وجه ما ورائي ووجه ما أمامي. ما أمامي هو الواقع، وما كل إنسان واقعي. أكو ناس واقعيين فعلا بلا ديانة، واقعيين، الناس الطيبين، الناس الحنونين، الناس اللي يحبون أولادهم يحبون أهلهم. يعني أكو اعتبارات أخرى مو دينية، اعتبارات نفسية، اعتبارات اجتماعية. فإذا الديانة اللي ما تقودنا إلى الخروج من ذاتنا ما خوش ديانة. إذا أبقى أنا محبوس بذاتي وأصلي بوحدي وأدعي بأني أعرف الله، هذه ما خوش ديانة. ولهذا يسوع يتكلم عن الزيوان والحنطة، الزيوان والحنطة بينا. ولهذا يسوع يقول: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. يعني صفي نظرتك، صفي قلبك، لا تحقد، لا تنتقم، لا تكره أعدائك. ليش؟ لأنه بالنسبة ليسوع أكو عالم داخلنا غادي يكون نظيف. صلي إلى أبيك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك على نيته. إن الأرض جرم سماوي، كيف نثبت أن السماء فوق وهي كروية؟ إيه، إحنا كوكب، إحنا واحد من الكواكب 8 أو 9 من المجموعة الشمسية، إحنا عائلة. بس هاي العائلة هي جزء من عائلة أكبر اسمها المجرة، والمجرة هي جزء من كون. هذا الكون حاول ستيفن هاوكينج أن يعمل له نظرية حتى يفهمنا، وهو قبل بنظرية الدوي الأعظم أو البيج بانج، الانفجار الكبير اللي صار قبل 13 و600 مليون
13 مليار و600 مليون سنة بأن الكون كان فد نقطة وكبر. هاي النظريات الحديثة حول الكون. لكن شلون صارت الدنيا وليش هذه الدنيا وليش ما نعرف ليها هسه إذا أكو كائنات أخرى في كواكب أخرى؟ على كل العائلة الشمسية شكلها هي نقطة. هون كان أكو فد صورة أريد أشوف كم هي. هاي الصورة مهمة لأنه ما ممكن تتخيل أنت ما ممكن تتخيل هاي الصورة. شوفوا هاي الصورة أشكي تقول. يقول قبل 100 سنة إحنا بثينا موجات، بعثنا يعني الصوت بالكون موجات متقطعة، بلكي يلقفها أحد بعيد ويجاوبنا عليها. هاي الموجات صار لها 100 سنة تقريبا كينبثها موجات راديو. هاي الموجات عبرت مساحة بالكون هي 200 سنة ضوئية، يعني كبرت. هاي الموجة تمشي وتكبر تمشي وتكبر، بلكي تصل إلى فد مكان ناس يلقفوها ويجاوبون عليها. يعني مشت 200 سنة ضوئية وعبرت 100,000 نجمة، عبرت هاي الموجة. لكن رغم أن هاي الموجة قطعت مسافة كبيرة، بس مع الأسف لما نباوع على الكون، شوف هاي الصورة، هاي الموجة مساحتها مقد هاي النقطة الزرقاء الصغيرة، هاي النقطة. إحنا في صحراء كونية كبيرة وما عندنا ولا شيء نعرفه عن هذا الكون، ما نعرف ولا شيء. فإحنا كثير صغار، وداخل المجرة مالنا إحنا كثير صغار. مجرتنا 100 مليون سنة ضوئية طولة، إحنا داخل مجرة بعدنا ما نعرف شيء عنا. زين أشكو بالمجرات الأخرى؟ هذا إذا تريدون تتونسون افتحوا بالكمبيوتر، دقوا بس هبل، تلسكوب هبل، وشوفوا هبل أشكن جاب لنا صور ما كنا نشوفها قبل. يعني بين تلسكوب غاليلو اللي عمره 500 سنة وبين التلسكوب مال هبل، الصور اللي جاب لنا هي عن المجرات، هذا فرد شيء. فستيفن هاوكينج أعطانا بس مجرد نظرية تحليلية من إيش يتكون الكون وشلون صار، ولهذا سمانه الكتاب موجز تاريخ الزمن، يعني الزمن مال الكون. حاول أن يسوي أكو فيلم صار علينه قصة الكل، حاول أن يسوي نظرية الكل، يجمع بين إسحاق نيوتن ويجمع بين أينشتاين. يعني يقال أنه ستيفن هاوكينج عقله قدر يوفق بين قانون الجاذبية والنسبية العامة مال أينشتاين. يعني بالنسبة لنا هذا فد شيء هل قد يعني البشرية قدرت تعطي؟ بس مع ذلك لا هو ولا إسحاق نيوتن ولا إيش اسمه ما هي قافلين العلم. بس هذا العلم يسوى أن يقوم لنا واحد مثله معاق محبوس بالكرسي الدوار ولهذا أردت أحكي عنه، لأنه هذا الإنسان جدا جدا مهم حتى فيما يخص تحدينه للمرض ومقاومته للبؤس اللي خلقه هذا المرض عنده مسكين. هل مخاوفنا هي تكون مصدر آلامنا لأنه نتيجة نوع من المرض؟ يوم من الأيام عشت يوم صعب مثل الكابوس وكان مصدر ألم وخوف أنه يتكرر هو بحد ذاته ألم، فهذا يوقف تقدمنا. تكرار هذا اليوم أو الألم جعل منها عقدة خوف داخلي، هل صحيح أنه أسوأ من الخوف هو مواجهته؟ ما افتهمت السؤال الأخير. أسوأ من الخوف هو مواجهته؟ بالعكس، مواجهة الخوف بابتعاد عن الصورة هي علامة الذكاء. يعني ما يصير أفقد أعصابي. أكو أمهات إذا وقع الطفل وانفتخ أو طلع دم هي يخوفونه للطفل بصياحهم،
بينما إذا تقول له الطفل ماكو شيء ماكو شيء بسيطة حبيبي بسيطة يلا تعال أشوف أبوس المكان ويلا هاي وش اسمه يسكت الطفل، بس إذا هي تقعد تبكي هو يموت من خوفه. فإذا هاي المشكلة، إحنا أشهر نواجه الألم. يعني من جدي من صار الداعش وهاي، أنا أقول لكم بصراحة يوم 6/8/2014 ما نمت هذيك الليلة، يعني كنت كثير خايف. بس رأسا ثاني يوم بديت أفكر هسا أوكي وقع الفاس بالرأس وطلعوا 130 ألف مسيحي من ساهلينا، وإيش نقدر نعمل؟ شلون نقدر نستقبلهم؟ وهاي يعني انخبصنا ما نعرف وين نحطهم، جو العوائل وحطيناهم بهاي القاعة وذيك القاعة ودبرنا لهم إيش اسمه. بس أنا أقول لكم مرات من يصير حدث أو يصير كارثة أو يصير فتشي ما يصير نفقد أعصابنا، لازم نكون مسيطرين. وهذا أشي يسمينه يسوع، يقول كونوا مستعدين. ايش معنى تكونوا مستعدين؟ هاي اعلمها للطلاب مالي من سنة 85 ذاك اليوم، لو اي ذكرني بيها من سنة 85 طلعت ملزمة المنهجية، يعني اعلم طلابي قبل ما يصير الحدث تخيلوا توقعوا. يعني كلتكم بالبيت مثلا قسم منكم عندكم اسعافات اولية، قسم ما عندهم، اوكي الحمد لله ان شاء الله ما صاير شيء، بس انا لازم اشتري شنطه صغيري بها اسعافات اوليه. اتخيل طبعا اذا دخلت مدوره اسعافات اوليه بعد احسن، اشني الاشياء المحتمل تصير؟ هل كل بيت بينه اطفاء اله اطفاء صغيري مثلا؟ اليوم عادل كان كيقول لي هل المشاريع مالك انت ماخذ حذر انه يصير حريق؟ فعلا ذكرني فتشي لازم اهتم بينه، راح نبني مشروع مال عجزه بسليمانيه. زين هذا فت شخص رجال سوى غادي يسوي شاي او مره تسوي شاي وصار حريق، زين شلون اشتعل البيت هذا؟ هو لا، لازم من هسه ناخذ حذر قبل ما نبني البنايه. هذا هو سر حياتنا، حياتنا هي توقع، ان نتوقع ايش يصير، تفكر بالأسوأ تعيش طيب الأحسن. ولهذا من تكون عندك صحة زينة أوكي تمتع بيها، بس فكر في اليوم راح تشيب، فكر في اليوم راح تتمرض، فكر في اليوم راح تموت. ولهذا احنا من نصلي لمريم نقول الآن وفي ساعة موتنا، رأسا نقفز على ذيك اللحظة. ليش؟ هذا التدريب حتى يوم تجي ساعة الموت ما أتفاجأ يلا جدتي الساعة أهلا وسهلا. سألونه ستيفن هاوكينج قالوا له الموت؟ قال ما أخاف، أنا كل يوم كده أموت وأتجاوز الموت، ما دام عندي وقت ما ضيع وقتي. ولهذا لولا الموت الناس ما كان يعيشون طيب، لأن أكو موت ممكن نعيش طيب، لأن أكو موت هذا الوقت قصير. ولهذا أقول للشباب لا ضيع وقتك. مع الأسف بس بالعربي أكو هاي الجملة، أقول أشوف الشباب قاعدين وقيتشرزون وهالشكل وهاي إيش كي تعملون؟ كي نقتل الوقت، هاي جريمة أبدا تقتل الوقت، لأن الوقت هو الخير الوحيد اللي الله عطانا، هو خارج كل الخيرات هو أهم شيء. ولهذا ستيفن هاوكينج هو الوحيد اللي فكر يعطينا موجز تاريخ الزمن، موجز تاريخ الوقت، لأن يعني الوقت أهم شيء. لا الماضي هو مهم، الماضي انتهى، هذول يعبدون الماضي هذول أغبياء، أكبر غباء تعبد الماضي وأكبر غباء تخاف من المستقبل، لأن لا المستقبل موجود ولا الماضي موجود، بس الحاضر موجود. بس هذا الحاضر إيش كي تعمل بينه؟ بلكي تنتظر نخشى بلكي الدنيا تصير طيبة بعد الانتخابات، بلكي الدنيا تصير طيبة، إيش عليك أنت من الانتخابات؟ أكو فد فكاهي أمريكي يهودي عنده فد فيلم كلش حلو، وودي ألن اسمه، وودي ألن. فمن كان عمره 11 سنة صار عنده كآبة، ودته أمه الطبيب النفساني. طبيب النفساني سأله أش بينه؟ أمه تقول له ما يقبل يدرس، يقول أكو نيازك راح تطخ الكرة الأرضية وتزول الحياة، أش حاجة أدرس؟ هي قالت له أنت أش عليك؟ أنت أش عليك؟ أنت أدرس ما عليك.
فهو الطفل خايف لا يكون كان قرأ قصص علمية لا نيزك يجي طخ. ولهذا كل وقت أكو تذكرون قبل سنة 2000 طلعت دعايات تؤلف ولا تؤلفان، ما عرفنا لقوا هاي الجملة، تذكرون قبل 2000 تؤلف ولا تؤلفان، تعال شوف الناس يخابروني يسألوا ايش تقول انت يعني هذا الحكي تمام. قالوا اهم هسه طالع فد شيء انه فد نيزك يقترب من الكره الارضيه سنه 2012 اتصور فلان يوم من شهر تموز، وحتى حددوا اليمن وايش اسمها وناس تجي ترجف من خوفها. يعني ما اقدر اقلم ماكو هاك الشيء، وما اقدر اقلم اكو هاك الشيء، بس اقدر اقلم هذه حالتنا كبشر انه واحد منا ممكن يطلع من هوني يعثر يقع يموت عادي. هل هذا يمنعني انه امشي؟ تعرفون اخطر شيء يعني سبب الموت بالعالم اشنو؟ هو المنام. يعني اكثر مكان بالعالم يموتون الناس هو المنامات. يعني ما ننام بالمنام؟ لا الحوادث مال كل الحوادث اقل هي موت من المنام. ها؟ كل الموتات تصيب المنام، فهذا ما يخوف البقية أنه لا المنام هو أكثر سبب للموت بالعالم إذا ما بقعنا بالمنام. أظل مثل ذاك كان مشاعر عربي اسمه الحطيئة. فالحطيئة ما خلى أحد ما خلقه هجانه، فيقال أنه جاد يموت منامه. قال عيب أموت منامي. قال لأولادي وحطوني على حمار وفرروني إلى أن أموت، لأن عيب أموت منامي. فقال هذا البيت لا أحد ألأم من الحطيئة، هج البنين وهج المريا ومن لؤمه مات على فريا، يعني على حمارة وذهبت مثلا. هاي دني. فإذا لا تدير بال. المجوس وعلماء الفلك في ذلك الحين أرشدونا إلى المسيح، فما مصير البشرية بعد ذلك؟ أوكي، متى يقل لك بعد ما اعتمد على برعوشة وأن علوم الفلكيين أخذ له فد شعب نموذجي، ها جانا واحد أجنبي ولقى يسوع بينما أهل البيت كانوا نايمين. هي هاي القصة، أهل البيت يعني الكتبة والفريسيين هذول اللي كانوا يقرون الكتاب المقدس يقرونه من هون ويطلع من هون، وكانوا هيم في أورشليم. والملك هيرودس اللي هو السلطة السياسية بعد أنقس راد يقتله بعد هو طفل. هاي كلها رموز أنه كل واحد عايش بعالمه. عالم هيرودس هو عالم السلطة اللي ما يريد تفلت من يده. يقال أنه هيرودس قتل أولاده حتى لا يصيرون ملوك من بعده. طبعا هيرودس ما هو الملك الوحيد اللي قتل أولاده، بطرس الأكبر هم قتل ابنه قيصر روسيا بحدود سنة 1700، هم قتل ابنه حتى لا يصير ملك مكانه. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية اسطنبول اللي أخذها، محمد الفاتح كان الابن رقم 20، كان أكو 19 واحد قبله أخوته عندهم حق يأخذون السلطنة. أش سوى؟ كلهم سممهم وقتلهم واغتالهم وصار هو. فإذا تاريخ البشرية هيرودس هو نموذجي للناس اللي ما عنده مانع أن يقتل أطفال، بس حتى أخاف هذا الطفل يصير ملك مكان يجي يأخذ العرش مني. بس هي أيضا قصة رمزية لأنه يعني نعرف أنه هيرودس سفاح، فيأخذ لنا واحد متى يجيب لنا قصة يحكيها حتى يا جارة أحكي مع الجارة تسمع الحارة. هاي دروسية، الإنجيل دروس هو، وما يعني الحوادث التاريخية تختلف من إحنا ندرس الإنجيل نجي نقول هذا متى ليش كتبوا؟ لأنه هيرودس ما يعني راحت إيده قتل ابنه حتى لا يصير أولاده اثنين قتلهم هيرودس. فهوني جابة متى أنه كان مستعد يقتل كل الأطفال من بيت لحم بس حتى يموت الطفل
اللي هاي اللي بيناتهم. زين، العقل السليم في الجسم السليم، هل هذه المقولة تنطبق مع العالم ستيفن هاوكينج؟ برافو، خوش سؤال. فعلا هذا أثبت هذا الرجال ستيفن هاوكينج أنه جسمه ما كان سليم بس عقله كان نظيف، عقله كان سليم يشتغل مضبوط. يعني هذا أيضا يشجعنا، ممكن يكون عندي أنا عوق في مكان ما، ممكن ما أمشي، ممكن ما عندي إيدين. ياما وياما كن شفنا ناس ما عندهم إيدين بس يقدر كل شيء يعمل برجلينه، يطبخ ويعمل كل شيء كل شيء يرسم. ولهذا العوق الحقيقي هو بالعقل أبد مو بالجسم. أي نقطة ضعف عندك كأنه الطبيعة تعوضك أضعاف، تعوضك بالتفكير بالشطارة بالجانب العملي. ياما وياما أكو ناس مثل هذا الولد اللي اشتهر كثير، نيك فويتشيك. نيك فويتشيك هذا يعتبر من أشهر المعاقين بالعالم، لا إيدين ولا رجلين، وهذا يفتر العالم يبشر بيسوع، يقول أنا أسعد إنسان بالعالم. خطير، وعمل أفلام ويحكي، ومن يحضر عند الأطفال يعني خاصة المراهقين، يروح على المدارس يقلم أنتم عندكم إيدين ورجلين، تعالوا دثبت لكم منو الأكثر سعيد، أنا لو أنتم. وكلهم يريدون يأخذون سيلفي معانا ويجون يسحبون صور، لأنه يثبتهم في ثقتهم بالحياة. يقول أنا حي، كفي هذا، ما عندي إيدين ورجلين خلاص. بينما أكو ناس عنده كل شيء وما مرتاح ونحس، مثل هذا الابن المدلل. أكو أهل عندهم ولد مدلل، ها طول الوقت عكس ثمه مفتوح وبس يتنحس وأجبيك. هاي أتصور مشكلة الأهل لما يجي لهم ولد نحس. وإحنا هاي الكلمة بالعربي بنقول ولد نحس، يعني ما بس هو مصيبة لكن كل شيء حوالينه يصير مصيبة، يجيب النحاسة، يجيب التعاسة، ويقهر الكل، ويكسف أحوال الكل، وإذا جو خطار بعد يكسف أحوالهم أكثر. مو تمام؟ عندنا كلتنا في بالنا أمثلة حية من هالشكولات. وعندنا مرات عندنا ناس بالعكس، شقد ينحطون بالقلب رغم أنه هيم لا يعني فقراء مساكين. الطفل اللي يتربى على الحرمان والفقر يطلع خير من راسه. ولهذا أبوي كان يقول لا تعمل بيت لا لابنك العاقل ولا لابنك المجنون. إذا عملت بيت إذا ما عملت بيت لابنك العاقل، هو بعقله يعمل بيت لنفسه وما يهمه أنت. بس ابنك المجنون إذا عملت له بيت راح يفرهده بيومين ثافي ويقعد. فليش أنت تتعب وليش تعمل له بيت؟ أحسن شيء كل واشرب وما عليك منه، خلي هو يدبر حاله. أنا أشوفها هاي حكمة عملية نعرفها كلتنا. ولهذا حقيقة إذا الله أعطاك عقل هذا هو، اشكر الله علينه، لا تطلب البقية، اطلبوا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. سؤال الأخ يقول بعض العلماء إن الأرض كروية الشكل والبعض آخر يقول إن الأرض بيضوية الشكل، ما صحة هذا الكلام؟ أتصور صحيحة بيضوية لأنه الأرض ما كثير كروية بسبب القمر. هاي نظرية قانون الجاذبية، أنه القمر عنده تأثير على الأرض خاصة البحار، المد والجزر يأثر بالبحار سائلة. ففي بعض الأحيان من يكون القمر بهالاتجاه تصير يعني مثل تصير بيضوية، شوية بيضوية ما فد مرة كثير. ها؟ إليبس. إيه بيضوية هي، ما مشكلة. هاي فد معلومة كل الزينة عاش تيدو اللي كتبها، وهذا هو، بس ما ندخل بالتفاصيل. زين، نجي هالساعتها على القصة. القصة تقول، قبل ما أقرأ القصة قريت فرد شيء
فد واحد كان لابس تي شيرت، اكو فد موديل بالغرب يكتبون فد جمله على التي شيرت حتى الناس تقراها وتتونس. اكو واحد رجال كبير، رجال كبير شعره ابيض، يقول مكتوب على تي شيرت ماله: انا لست في سن السبعين، انا عمري 16 سنه مع 54 سنه من الخبره. انا عمري ليس 70 سنه، انا عمري 16 سنه زائدا 54 سنه خبره. يعني يريد يثبت لك انه الشباب، الشاب اللي قيقرا التيشيرت ماله، ها ما انت شاب، انا شاب اكثر منك، صدقوني حقه. لان اكو شباب عمرهم 70 سنه واكو 16 سنه شياب، لان عقله قبا. قد تعجبني هالكلمه قبا، قبا كلمة تركمانية تعني قبا، يقولون هذا الميز قبا. مثل ما رحت في اليوم بالسويد عند واحد قرايبي، كان عطونه شقة بطابق العاشر، طابق العاشر طبعا من كندني بغدي هونك ماكو ويا الملائكة بغد، كان اشتغل طخم قنابات. الغرفة ماله صغيري، بحيث من قعدت على القنبة وقعد مقابلي ركبنا الطاخخت. فقلت له: يابا عزيزي، هذا الطخم قبا، يعني ما يرهم. قال لي: بس رخيص كان. هاي معناتها أكو ناس عقلم قبا، هاي معناتها. فهذا الشاب عمره 70 سنة قال لك أنا عمري 16 بس 54 سنة خبرة، يعجبني. زين، هذا النص الآخر: ونظر الله إلى الأسفل ورأى أن معظم كبار السن لا يقومون بما يكفي من التمارين الرياضية، فأعلن الرب في حكمته أن على كبار السن أن يصابوا بالنسيان، لذلك سيتحتم عليهم البحث عن النظارات والمفاتيح وغيرها من الأمور، وبالتالي سيقومون بالمزيد من الحركات كي يسيروا أكثر. ونظر الله إلى الأسفل ورأى أن ذلك كان حسنا. ثم رأى الرب أن هناك حاجة أخرى، وفي حكمته جعل كبار السن يفقدون التنسيق وهم يسقطون الكثير من الأشياء على الأرض، حينئذ يضطرون إلى الانحناء كي يصلوا إلى تلك الأشياء، ورأى الله أن ذلك حسن. ثم تطلع الرب إلى وظيفة المثانة وقرر أن على كبار السن أن يلبوا طلبات طبيعية إضافية، وأن يخضعوا إلى مزيد من الرحلات إلى الحمام، وبالتالي يقومون بالمزيد من التمارين الرياضية. نظر الله إلى الأسفل ورأى الله أن ذلك حسن. إذا ما لاحظت وأنت تتقدم في السن بأنك تكثر الصعود والنزول، عليك عندئذ أن تتذكر أنها إرادة الله تتحقق فيك. آمين.